أسعار الأجهزة الكهربائية غليت جداً لدرجة إن زيادة وصلت لـ 150%، وطبعاً بتكلم عن المراوح والتكييفات اللي أسعارها بتغلى في عز الحر. يا ترى ليه الأسعار غليت كده؟ وحركة البيع والشراء أخبارهم إيه؟ وفي أمل ترخص تاني ولا لا؟ أنا آيل وليلي، كمل معي الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. من برنامج على مسؤوليتي اللي بيتذاع على صدى البلد مع أحمد موسى، قال جورج سيدرا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة: بدأنا ندخل في مرحلة الركود في ظل ارتفاع الأسعار ونقص السلع. حسب كلامه ده شيء متناقض جدا، لأن الركود مفروض يبقى في بضاعة في السوق، لكن انت عندك بضاعة ناقصة وارتفاع في الأسعار وركود، ثلاث حاجات عكس بعض. قال كمان إن أسعار الأجهزة الكهربائية من 2022 ليناير 2023 زادت بنسبة 100%، وده بسبب ظروف الاقتصاد العالمية وتعويم الجنيه، وبعدين زادت مرة تانية بنسبة بتتراوح بين 35% لـ50% من الفترة الأخيرة. طب يا ترى في أسباب تاني لارتفاع الأسعار غير الأسباب اللي اتقالت من شوية؟ حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قال إن رفع سعر الفايدة مع زيادة تكلفة الإنتاج سبب كبير من ضمن الأسباب اللي أدت لارتفاع أسعار الأجهزة، وده عمل تأثير سلبي كبير في القطاع الصناعي. وحسب كلامه الموقع فيتو، رفع الفايدة بيقلل من فترة المنتج المصري، وده على المنافسة في الأسواق الخارجية لأنه بيزود أعباء على القطاع اللي أصلاً بيعاني من أزمات تانية زي صعوبة تدبير العملة الصعبة واللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج. يعني من الآخر سعر الفايدة سبب كبير في إن الأسعار بتاعت الأجهزة تعلى بالشكل الفظيع ده. قال كمان إننا لازم نزود الصناعة المحلية ونهتم بيها علشان المنتج المصري يقدر ينافس جوه البلد ويبقى في حركة بيع وشراء، وكمان نصدره لبرا مصر ونبقى ساعتها قدرنا ننافس الأسواق الخارجية. السؤال هنا بقى، هي الأسعار وصلت لكام دلوقتي؟ حسب جورج سيدرا في برنامج على مسؤوليتي إن سعر المروحة اللي كانت بـ 600 جنيه دلوقتي بـ 1250 جنيه، وفي مراوح تانية بـ 3000 جنيه وده بتمن تكييف زمان، وأسعار التكييف دلوقتي بتبدأ من 13000 جنيه لحد 38000 جنيه. طيب إيه أفضل وقت تقدر تشتري فيه الأجهزة؟ أحسن وقت تقدر تشتري فيه أجهزة كهربائية هو أكيد مش وقت الصيف اللي هو الوقت الحالي، وده طبعاً علشان زيادة الشراء بتزود في نسبة ارتفاع الأسعار، إنما لو محتاجة إن أنت تنزل تشتري في الوقت الحالي مع زيادة الأسعار فلا طبعاً، وده اللي قاله جورج سيدرا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة. قال كمان إنه بيطالب بإلغاء استيراد الثلاجات والشاشات والاعتماد على المنتج المحلي، وده لو هنستورد يبقى نستورد المستلزمات اللي تخص الإنتاج المحلي بس. طيب هل الأسعار ممكن تنزل الفترة الحالية؟ ده اللي ممكن نعرفه الفترة اللي جاية، وده لو نسبة الفايدة قلت مع توفير كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج. أنت بقى قولي آخر جهاز اشتريته كان بكام؟ هل فعلاً الأسعار مرتفعة زي ما كلنا ما بنسمع؟ هستنى رأيكم في التعليقات.